هنشوف دلوقتي صور لاختراعات العالم بيجهز لها علشان تظهر والناس تعيشها بعد 50 سنة. نشوف قطار الأنابيب، متوقع ان تصل سرعته 6500 كيلو متر في الساعة، يعني يقوم من نيويورك يوصل بكين في ساعتين. نظرية الحبال المقوى، يعني حباله بينشروا عليها قطرات. احنا عندنا لو الحبال دي عندنا هننشر عليها غسيل اكيد. سرعته 250 كيلو متر في الساعة. الأدوار المعكوسة، اختراع مفيش قضبان بس رايح جاي، سرعته 240 كيلو متر في الساعة. مشاركة الطرق، طريق طاير، قطر مش راكبه ناس، قطر راكبه ناس بعربياتهم، عربيات موجودة جوه القطر، ده علشان يحد من سرعة السير ويعمل سيولة في مناطق تانية. النقل الجماعي عبر الكبسولات، هنا بناخد كبسولات مضاد حيوي ملين، إنما ده حطوا البني آدم جوه كبسولة من غير وقود، اللي بيحركها حركة ذاتية زي العجلة زي البدال، هو اللي بيحرك الكبسولة وسرعتها 45 كيلو متر في الساعة. نظام اتبع القائد، ده للتصدي لفوضى السير، هتمشي ورا عربية، يعني عربيات متصلة لا سلكيا الكترونيا، هتبقى يعني لو عندنا هنا في مصر لو واحد رايح حلوان هيجر وراه اللي رايح شبرا. كمان اسانسير، المصعد الفضائي ده اسانسير علشان يطلع الناس ونقلهم ايضا للفضاء. ده الاختراعات اللي هتحصل فعليا بعد 50 سنة.